ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هشارك معاكم مشتريات شهر 7 اللي هي مشتريات الشهر ده جبتها على مدار الشهر. في حاجات استخدمتها وكونت عنها رأي هقول لكم ايه رأيي فيها، وفي حاجات تانية ما زلت بستخدمها. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه جداد في القناه. يلا بينا. اول حاجه جبتها السيرم دوت من لاروش بوزيه. السيرم ده بتاع حمض الهيالورونيك اسيد اللي هو هيالو بي 5 اللي هو ده. انا بحب اجيب كل فتره سيرم هيالورونيك اسيد من ماركه مختلفه واجربها واقول لكم رايي فيها. فلما سمعت بنات كتير بتشكر في السيرم ده من لاروش بوزيه فحبيت ان انا اجيبه واجربه. السيرم بيجي في علبه بالشكل ده وبيكون ده شكله من جوه، حجمه 30 مللي. يجي بيبقى مقفول بالغطا ده وبكون القطاره لوحدها، بس انا عشان بدات استخدمه فشلت الغطا وحطيت القطاره. هو السيرم زي ما انا قلت لكم هو بحمض الهيالورونيك اسيد وفيتامين بي 5. اي سيرم طبعا بتاع هيالورونيك اسيد بيبقى مسؤول عن ترطيب البشره. طبعا ماركه لاروش بوزيه معروفه جدا ومعروف ان هي ماركه طبيه فرنسيه بيكتبوها الدكاتره. انا كنت مجربه منها زمان سيرم تفتيح وكان عاجبني جدا، فحبيت ان انا اجرب سيرم الهيالورونيك منهم. لسه بجربه طبعا، فمش هقول لكم دلوقتي النتيجه بتاعته لان لسه بادئه فيه الشهر ده فما كونتش عنه راي، فمش هقول لكم رايي فيه دلوقتي لما استخدمه استخدام كامل. هو كان سعره 569، هي الماركة سعرها غالي شوية بس النتيجة بتاعتها حلوة، فهجربه وهقول لكم رأيي فيه. تاني حاجة برضو جبتها عشان اجربها الكريم العين دوت من لاروش. ده بيكون شكله، قلت بما اني بجيب روتين جديد فحبيت ان انا اجيب الروتين من ماركة لاروش. كريم العين دوت اللي هو بيعالج الهالات السوداء، ده بيكون شكله من جوه. هي الانبوبة حجمها 15 مللي، كان سعره 459، هو سعره عالي شويه. هي الماركه كلها اصلا اسعارها عاليه بس النتيجه بتاعتها حلوه جدا، لان زي ما بقول لكم انا كنت مجربه اساسا سيرم تفتيح منها فكان عاجبني جدا، فحبيت ان انا بقى اكرر التجربه من نفس الماركه واجيب بقى حاجات تانية. فجبت كريم العين دوت هجربه. طبعا كريمات الهالات ما بيبانش مفعولها من اول شهر خالص، فهجربه تجربه كامله وهقول لكم رايي فيه. بعد كده اشتريت الكريم ده من سترو بانسين. الكريم ده هو كريم مرطب. انا الكريم المرطب بتاع الروتين بتاعي خلص اللي هو سيرافي، كنت هجرب اللوشن بتاع سيرافي بس طبعا عشان جبت كريم العين والسيرم بتاع لاروش وكان سعرهم غالي وطبعا فلست، فحبيت ان انا اجيب حاجه تكون سعرها اقتصادي وفي نفس الوقت يكون ترطيبه كويس وطبي، فحبيت اجرب الكريم ده. الكريم دوت بيكون شكله كده من جوه، بيجي في انبوبه. هو طبعا معروف جدا، هو الملمس بتاعه كريم، يعني اول لما بتطلعيه من الانبوبه بيديكي زي انطباع كده ان هو هيكون كريم تقيل وهيلزق على البشره، لكن لا، اول لما بيتفرد البشره بتشربه خالص، ما بيسيبش اي ملمس دهني. فهستخدمه الفتره كده وهقول لكم رايي فيه عشان اقول لكم رايي بكل مصداقيه، عشان مثلا تحسبا يظهر منه اي نتائج سلبيه او يظهر حبوب او يظهر حاجه، اجربه بس فتره كويسه وهقول لكم على رايي فيه بالكامل. هو سعره 30 جنيه والصيدليه اللي اشتريت منها قال لي اللي هو نزل بسعر جديد بقى ب 35، بس انا اشتريته بالسعر القديم اللي هو سعره 30 جنيه. بعد كده جبت الشامبو دوت من لوريال. انا زي ما قلت لكم في اول الفيديو في حاجه جربتها اقول لكم رايي فيها، حبيت ان انا اجرب الشامبو دوت من اللاين الجديد بتاعهم، بس جبت الحجم الصغير من الشامبو زي ما انا قلت لكم قبل كده. انا بحب اجرب الاول الاحجام الصغيره ولو عجبتني بجيب منها الاحجام الكبيره. فجبت الشامبو دوت مكتوب عليه شامبو مرطب ل 72 ساعه لشعر صحي ومليء بالحيويه للشعر الجاف وفاقد الترطيب، لان حمض الهيالورونيك اصلا معروف ان هو للبشره للترطيب، فهم لما هيحطوا لي الحاجات الخاصه بالشعر فاكيد هيكون اللاين خاص بالترطيب بتاع الشعر. بالنسبه بقى لتجربتي معايا، انا اصلا بحب شامبوهات لوريال جدا، يعني بلف وبقعد اجرب حاجات كتير وبرجع للشامبوهات بتاعتهم لانها اكتر شامبوهات بتمشي مع شعري جدا. حبيت الشامبو ده جدا وفعلا بيرطب الشعر، وهجرب منهم حمام الكريم بتاعه. وسعره تقريبا 38 جنيه، لا اما 39 جنيه زي ما قلت لكم، ده الحجم الصغير منه وحجمه 200 مللي، وريحه الشامبو كمان حلوه جدا. بعد كده جبت الشاور جل ده من بابلز. انا جبته وقت ما كنت في مول مصر انا واميره وقت ما صورت لكم الفيديو اللي هو بتاع الشوبينج اللي قبل العيد، فانا حبيت ان انا اجرب منهم منتجات لان سمعت المنتجات بتاعتهم كويسه جدا، فلما لقيت ان ليهم فرع هناك في المول فحبيت ان انا اجرب منهم الشاور جل. الشاور جل ده بالبابل جام، ده الحجم الصغير بتاعه، هو في منه احجام كبيره. ده بيكون شكله، هما كانوا عاملين في الفترة ديت وقت ما انا كنت هناك في المول كانوا عاملين اوفرات وعروض، فقلت اجرب منهم اول حاجة الشاور جل، لو عجبني المنتجات بتاعتهم اجرب منهم حاجات تانية. هو سعره اساسا قبل الخصم كان 45 تقريبا، بعد الخصم جبته ب 38 جنيه، فكان عرضه كويس جدا فحبيت ان انا استغل العرض واجيب حاجة منهم. في من الشاور جل دوت روايح كتير جدا، في بالبونبون وفي بالكب كيك وفي بالبابل جام، بس لما شميت البابل جام فعجبني ريحته جدا وحبيت ان انا اجربه. زي ما انتم شايفين انا مجربة منه كمية كبيرة، هي الشركة مصرية. والشاور جل الحجم الصغير بتاعه حجمه، ثواني كده اشوف هو مكتوب فين، حجمه 250 مللي. عجبني قوي ريحه البابل جام، ريحته حلوه جدا ونفاذه قوي، ريحته البان فواكه،
يعني كأنك بتاخدي شار بلبان فواكه فعلا. لما استخدمته وانا باخد الشار بيكون ريحة الحمام كلها مملي بالريحة بتاعته، بس هو مش ثابت يعني، مجرد ما تخرجي الريحة بتكون خلاص راحت. غير اصلا ترطيبه، الترطيب بتاعه كويس جدا، بيخلي البشرة ناعمة جدا وطرية قوي. هو الملمس بتاعه، بصوا ده الملمس بتاعه، هو تقيل كده، بصوا الملمس بتاعه تقيل كده مش خفيف خالص، وفي نفس الوقت محطوط فيه كمية زيوت فبيدي ترطيب وبيطري البشرة جدا. يعني هي من الزيوت الأساسية اللي موجودة فيه زيت اللوز وزيت بذور العنب، وموجود فيه برضو بنسينول، وموجود فيه كوكونات اويل اللي هو زيت جوز الهند، وموجود فيه زيت اللوز الحلو زي ما قلتلكوا، وزيت بذور العنب والجليسرين. من أفضل الشاورات اللي جربتها، وهجرب منهم الروائح التانية، وممكن هجرب منهم برضو منتجات تانية. وأحسن حاجة في المنتجات بتاعتهم إن المنتجات بتاعتهم معمولة بمكونات طبيعية، فلو حد بشرة جسمه حساسة أو كده فهيكون المنتجات بتاعتهم كويسة جدا معاه. بعد كده جربت حمام الكريم ده من دابر فاتيكا. طبعا انا قايله لكم قبل كده كتير اللي بستخدم حمام الكريم بتاعهم وبحبه جدا، واكتر حمام كريم ما وقعش شعري خالص، لان جربت حمامات كريمات تانية كتير وكانت بتوقع شعري، وحمامات كريمات معروفه، لكن لما جربت حمام كريم بتاع فاتيكا دوت بصراحه بالنسبه لي انا ما وقعش شعري، فجربت منه اللي هو الشهر دوت، اللي هو النوع دوت اللي هو الغطاء بتاعه لونه فوشيا. انا كنت موريكو قبل كده اللي هو التاني اللي هو بالحنه وبزيت الزيتون تقريبا، لكن دوت جربته اللي هو بالعسل والخروع، ومكتوب عليه الشعر المتضرر والضعيف المتساقط، ودوت برضو من الحاجات اللي جربتها هقول لكم رايي فيها. ده القديم اللي انا كنت مجرباه اللي هو بزيت الزيتون واللوز والحنه، وده الجديد اللي جبته الشهر ده اللي هو بالعسل والخروع. عايزه اقول لكم ان الغطاء فوشيا دوت اللي هو بالعسل والخروع احلى كمان من التاني اللي هو ده، يعني ده كنت مجرباه وعجبني جدا، وقلت لكم ان هو عجبني جدا وفعلا كان حلو، لكن ده احلى كمان وريحته حلوه جدا، وريحته بتفضل في الشعر لفتره طويله. ده بيكون شكله من جوه، سعره كان 16 جنيه، الحجم الصغير حجمه 250 جرام. بعد كده جبت الليب بالم ديت بتاعه الصبار، كنت جايباها قبل كده وجايبه منها كذا نوع وكنت قايله لكم عليها، بس حبيت ان انا اكررها تاني. انا كنت هجيب الالوان التانيه كمان، بس الصيدليه اللي انا بجيب منها قالت لي ان هي مش موجود منها الالوان التانيه، موجود منها اللون ده بس اللي هو الاخضر اللي بالصبار. انا كنت بكلمكم عليها قبل كده، وكنت بكلمكم كمان عن الالوان التانيه منها. الالوان التانيه اللي انا كنت بكلمكم عليها قبل كده هي اكتر الوان ثابته، اللي هو الاخضر اللي بالصبار اللون بتاعه مش ثابت قوي، بس الترطيب بتاعه اعلى من الالوان التانيه. يعني لو حد حابب يجيب ليب بالم تدي لون، هو بيدي لون برضو، يدي لون كده لون بينك خفيف، وفي نفس الوقت بيرطب ترطيب حلو، يعني الترطيب بتاع الاخضر دوت اعلى ترطيب من الالوان التانيه، بس الالوان التانيه اللون بتاعها بيثبت على الشفايف اكتر من الاخضر. يعني لو حابه ان انت ترطبي شفايفك وفي نفس الوقت تكوني قاعده في البيت وتحطي حاجه تكون بديله للروش وتديكي لون خفيف كده شويه، الليب بالم ده كويسه جدا. هي سعرها 50 جنيه، بس في اماكن بتبيعها ارخص، وخلي بالكوا عشان في منها تقليد. بعد كده جبت الشفرات ديت من سيمبلي فينوس، دي طبعا مش اول مره اجيبها، انا على طول بكررها، بحبها جدا وبكررها على طول. هي سعرها 69 جنيه، بيكون الكيس فيه 12 شفره. انا مجرباها قبل كده ومكلماكوا عنها كتير، فمش محتاجه ان انا اكلمكوا عليها تاني يعني. وطبعا لما بحطها او بحط اي شفره عشان ما تعورنيش، بحط الاول الشاور جيل على كل جسمي، وبعد كده ببدا بقى بشيل الشعر، فبعمل الطريقه دي بتكون كويسه جدا معايا. بعد كده جبت النوع ده من الشفرات، ده اول مره اشتريه. ده شكله، انا مش عارفه اسمه ايه بالظبط، دي شكل الشفره من جوه زي ما قلت لكم، هي اول مره اجربها بس شفتها هناك في الماركت فحبيت ان انا اجيبها واجربها. استخدمتها مش حلوه خالص، فما انصحش حد يجيبها نهائي. الموس بتاعها بارد جدا، يعني انا عشان اعمل بيها او ازيل الشعر كنت بعمل بيها بصعوبه جدا عشان تزيل الشعر، فالموس بتاعها بارد جدا وما عجبنيش نهائي، رغم انها بستخدم شفرات زيها في السعر بالظبط زي كوين او كده، بس كوين كويسه جدا، لكن النوع دوت ما عجبنيش نهائي. لو حد حابب اللي هو يجيبه وجربه، هو الكيس دوت فيه 6 شفرات، كان سعرها 11 جنيه. بس كده يا حبايبي الفيديو خلص. لما بجيب مشتريات جديده بحب ان انا اشاركها معاكم، فحبيت ان انا اشارككم المشتريات بتاعه الشهر ده اللي جربتها ورايي في الحاجات اللي جربتها منها. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو انتوا لسه جداد في القناه، وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنعمله انا واميره. مع السلامه.